الصورة مشوشة ومهزوزة في مديرية القبيطة في محافظة لحج، التي تشهد مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع، وبين إمكانية ترك الميليشيا تمضي في طريقها والوقوف أمامها، تتعقد الخيارات بالنسبة لأبناء المنطقة الذين يواصلون كسر هجمات الميليشيا دون أن يتلقوا أي دعم عسكري، بينما تعرضت منازل بعض القيادات للتفجير وأخرى للمداهمة، بينهم منزل الشيخ القبلي البارز محمد عبد الجليل أحد وجهاء المنطقة والمناهض لسلطة الجماعة الإنقلابية، حيث اقتحمته عناصر الميليشيا ونهبت محتوياته ثم تمركزت فيه. قامت ميليشيات صالح والحوثي بتفجير بعض بيوت أفراد المقاومة في منطقة القبيطة الكعبين، وذلك لإخضاع باقي الأفراد لترك المقاومة والتخلي عن المقاومة وتركهم يمرون في جبل جالس والخضر والياس، ولكن هذا مستحيل ولا يمكن يمرون ما دام احنا عايشين. هؤلاء المقاتلين المنتشرين هنا في منطقة الكعبين كبدوا الميليشيا الخسائر في العتاد والأرواح في محاولتها المتكررة في اختراق المنطقة والوصول إلى الجبال الاستراتيجية المطلة على مواقع عسكرية هامة بينها قاعدة العند العسكرية، ولذلك لا يعدون في قائمة الميليشيا سوى خارجين عن التطويع، ويجب التعامل معهم بالقوة وردعهم. جالس والخضر والياس سلسلة جبلية مهمة تلهث الميليشيا للوصول إليها، وكلما واجهت مقاومة شرسة ذهبت إلى قصف القرى ومواقع المقاومة في منطقتي الكام والركائز من أماكن تمركزها في منطقة الشويكة. في غضون ذلك ذكرت مصادر أن دوي انفجارات سمعت في المنطقة في الوقت الذي تحدثت فيه أن الميليشيا دفعت بتعزيزات من مدينة الراهدة القريبة إلى جبهات القتال في مديرية القبيطة.